تفكر قبل كيف كانت تدي لقطة خايبة في التلفزة كنا نغمضوا عينينا من كثر الحشمة، وقت كان حد قريب لنا ولا جارنا يموت نسكر التلفزة بالوشرة ويعتبر عيب كان حلوها، وإذا رينا معلمنا في الشارع كنا نبدلوا ثنية من كثرة ما نحترموه وخافوا منه، وجهة البطن اللي كانت تجينا هالامتحان من كثر الخوف، ودروسنا اللي كنا نعملوهم في الشارع كان نسينا ما خدمناهمش في الدار. المصروف وقتها كان دينار ولا 500، أما كان يشري كل شيء، ما كانش ثم إنترنت ولا تليفونات، كنا نزور بعضنا، وخاصة كنا نتلمدوا في دار الجد والجدة، ونتلمدوا بالعشير رقبة على الماكلة وطابت فيها البركة وتزي الناس الكل، وفي الليل نرقد على بعضنا وتبات جاتي تهرزلنا للصباح وتحكي لنا بحسرة حتى هي على وقتها ووقت جدودها، ومنحكي لكمش على ريحة رمضان وطعم رمضان، على البريكة والشربة والفوشيك واستنيت لذين قدام الدار، وصلاة التراويح وصوت القرآن في الليل واللعب للصباح، وقداش كان اللي يقيم بقية الدار باش يتسحر ويفرح ويحس روحه عمل إنجاز كبير. ايه والعيد، فرحة الكبار والصغار، وغني العيد وحلو العيد ودبش العيد اللي كنا نوريه للي يجيل الدار الكل وحتى اللي ما يجيش زاد. كنا نفرشو على الفرش وما جيناش نوم للصباح، كيفاش نرقدو غدو عيد، كيف نقومو بكري نلبسو دبشنا ونمشيو نقبلو على حبابنا، وقداش نفرحو كيف يمدولنا عيدنا كأنهم عطاونا كنوز الدنيا وما فيها. كنا بسطاء برشا، نصدقوا اي حاجه تتقال لنا، ونتفاجئوا على امنا كي تمشي البلاصه ويقولوا لنا مشات للطبيب، ونستناو العزيز اللي مات يرجع من السفر. كنا طيبين، ابسط حاجه كانت تفرحنا، معلم يغيب مصروف يزيد، فرحه والديك بيك مشى للبحر، ولا كيف يبعثك عبد يقولك اقضيلي وخلي الباقي عندك. كنا اطهر وانظف، وذنوبنا كانت صغيره، مشاكلنا كانت قليلة وفرحنا كانت كثيرة. يا حسن.